مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل برنامج رواد الأعمال، وكما اعتدتم أن ترى في كل حلقة رجل أعمال مميز. ومن زاوية رجال الأعمال نود أن نعرفكم على أكثر رجال الأعمال تألقا وتميزا. رحبوا معي بالأساتذة الكرام أستاذ سيف اللساع والأستاذ سلطان اللساع أصحاب اسطبل اللساع. أستاذ سيف اللساع وأستاذ سلطان اللساع، حابين نشكركم على استضافتكم لنا اليوم عندكم في الاسطبل. أول شيء حابين نتعرف على أساتذتنا الكرام، من هم سيف وسلطان وكيف كانت بداية حياتهم المهنية في دولة الإمارات؟ أولا نشكركم على هالاستضافة الطيبة، وانتوا اللي نورتونا. وأنا سيف خالد حميد، سيف لساع مالك اسطبل لساع، وسلطان أخوي مو مقصر، دعمني دعم تام. ما شاء الله انتم تعدون من الكفاءات الموجوده في دوله الامارات بمجال الخيل، ممكن تخبرونا اكثر عن اسطبل لساع وشو هي الخدمات المقدمه في الاسطبل اللي توفرون؟ والله عندنا وايد خدمات، عندنا يعني مثل فاتحين مدرسه احنا سكول للخيل للتعليم وترويض الخيل، اسف الخيل، وايد خدمات عندنا، عندنا اشتراك شهري، عندنا ساعه يوميه يعني الواحد يقدر يطلع ياخذ له لفه على الخيل. أستاذ سلطان خبرنا شوي عن الخيول الموجودة عندكم. طول بعمرك أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الخيول طبعاً اللي موجودة عندنا كلها عربية، خيول عربية. أول شيء الخيول العربية شو اللي يميزها، أنا ليش عندنا خيول عربية؟ الخيول العربية أول شيء تحمل الجو الحار، ومعروفة في التحمل الخيول يعني من ناحية الركوب أو يعني التدريب كامل. وثاني شيء الخيل العربي يوم يكون يعني يوم يكون هادي خلاص إنه تقدرين تخلين الصغار يركبونه أو اللي اعمارهم كبيره، وهذا اللي يميز الخيل العربي عن الخيول الباقيه. فهذا اللي يميزنا في الاسطبل، يعني كل الخيول اللي عندنا عربيه وكلها يعني من اسامي معروفه. يعني في وايد اسطبلات تعتبر منافسه ومعظمها يقدم نفس الخدمات، فممكن تخبر مشاهدينا شو الشيء اللي يميز اسطبل لساع عن باقي الاسطبلات؟ اللي يميزنا قلت لك اول شيء احنا عندنا اول شيء اللي طبعا ذكرت النقطه ان عندنا خيول عربيه، وثاني شيء احنا ندير الاسطبل بانفسنا، واحنا نطلع مع الضيوف اللي يجونا او الكاستمر نطلع معاهم دورات تدريب، او حتى لو بالساعات يعني لو بيطلعون ان احد يتونس ان الجو شتاء وكذا الجو بارد يتونسون يطلعون ساعه او ساعتين احنا نكون معاهم ونعطيهم كل التفاصيل عن الخيل، يعني وهو راكب معانا نعطيه التفاصيل انه منه يكون راكب ومنه يتعلم شوي عن الخيل حبا في الخيل. الحين انا عندي نقطة ثانية، وين تشوفون عماركم بعد 5 سنين من الحين؟ شو هي خططكم المستقبلية او نظرتكم المستقبلية خلينا نقول عن اسطبل لساع؟ طبعا ان شاء الله يعني حاطين خطط وايد مستقبلية، واولها ان شاء الله بنشارك في سباقات القدرة اللي الشيوخ ينظمونها، اللي هي بالاساس تكون بداية من 40 كيلو لين 120 كيلو، وحاطين هاي الخطط ان شاء الله. اول شيء نشارك في القدرة، وبعدها ننطلق للفلات ريس او سباق الجودلف اللي تعرفينه كاس العالم هو الفلات ريس، قاعدين يعني ناويين نوصل لهالمرحله ان شاء الله في المستقبل. استاذ سيف كيف جتكم فكره الاسطبل؟ هوايه وعشق الخيل، وانا يعني من الطفوله احب الخيل، فلما جت الامكانيه والحمد لله اسسنا هالاسطبل. الحمد لله ما شاء الله عندكم نظره بعيده ومبهره عن الشيء. طبعا كلنا نعرف عن الامن والامان اللي توفره دوله الامارات لجميع شعبها وزائرينها، حابين نسمع منكم رساله لشيوخ وحكام دوله الامارات العربيه المتحده. طبعا هالشيء لازم اوجه شكر جزيل لجميع شيوخ الامارات وجميع امارات الدوله انهم داعمينا في كل مجال ماديا ومعنويا، يعني ما مخلين علينا قصور في اي شيء، حتى لو في مجال الخيول يعني الواحد يقدر يوصل هناك، يعطونا خيول، يعطونا مدربين، يعطونا كل شيء. فاشكرهم يعني على هذا الدعم المستمر. طبعا نحمد الله على نعمة الأمن والأمان لأنها تعد نعمة أنعمها الله علينا وخاصة في دولة الإمارات، ويعد الفضل من بعد الله تعالى لشيوخنا وحكامنا حفظهم الله ورعاهم. آخر شيء سادتنا حابين نعرف المشاهدين عن مكان الاسطبل وكيفية التواصل ووسائل السوشيال ميديا. مكان الاسطبل طبعا في العوير اللي اسمها هي منطقة الطيب، منطقة العزب في العوير، هاي اللوكيشن يعني العوير كان اسمها العوير قبل، حاليا سموها الطيب. يقدرون عن طريق الجوجل متوفر اللوكيشن الاسطبل. استاذ سيف لساع وسلطان لساع، حابين نشكركم مره ثانيه على لقائكم الممتع والجميل.
مشاهدينا الكرام، إلى هنا نختتم حلقتنا لهذه الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم المفضلة ABC Arabia وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.